حاسس إن مشروعك الفني اكتمل ولا حاسس بس بالرضا لحد هنا؟ لا لا إزاي؟ اكتمل؟ لا ما اكتملش ولا حاسس بالرضا. ولا بالرضا؟ لا طبعاً. لا أنا حاسس إن لسه ببتدي. ده الإحساس عندي. ده إحساسي إن أنا لسه ببتدي. إن أنت ما تحسش إنه اكتمل ده مفهوم، حاسس إنه لسه بتبتدي مش حاسس بالرضا لحد هنا؟ لا 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 خالص. ناقصك إيه عشان تحس بده؟ لا مش بالاكتمال، بالرضا. لا انا لا خلي بالك الرضا عن مشواري الفني عشان بقى الحمد لله. لا لا بقول مشروعك. مشروعي الفني ايوه مشروعي الفني. لا انا لسه مش حاسس بالرضا تماما، حاسس ان لسه قدامي كتير قوي اقدمه، حاسس ان انا لسه جوايا مخزون وطاقه وافكار. يعني لسه بدري قوي، لسه انا فعلا حاسس ان لسه ببتدي. طب ايه اللي لو حصل هتحس انك بدات ترضى؟ الوصول العالميه مثلا. لو وصلنا العالمية بأغنية مصرية كده هبتدي فعلا ابتدي احس بقى الله كده ابتدي نعمل حاجة مختلفة، ان انا اطلع مثلا قدام اوركسترا كبيرة بنعمل حاجة واطلع البيانو مثلا. لسه حاجة بقى بفكر فيها ازاي تتعمل. حاجات لسه كتير قوي. هنا هتبتدي تحس بالرضا. اللي هو ابتديت بقى في حاجة معينة كده في بالي. خرجت عن الحدود الطبيعية أو العادية أو المتعارف عليها. بالظبط. خرجت عن العادي. خرجت عن العادي وأنا الحمد لله أنا دايماً بخرج عن العادي، ولكن لأ عايز أكتر يعني. لسه لأ أنا حاسس بجد بجد أنا لسه ببتدي، ومع كل أغنية بعملها أو كل حاجة لسه أكنها أول أغنية. في وقت في حياتي حسيت إن أنا الله ده أنا جامد قوي. رحت واخد على قفايا بجد على طول. بس هي دي معروفة إن عادة الواحد لما بيحس إن هو فظيع. أيوه يعني لو ربنا بيحبه بيتعدل على طول، بيعدله على طول. فوق لنفسك. لا يا حبيبي انت لسه ما اتعلمتش حاجه خالص. اتعلمت منها ايه دي؟ اتعلمت منها ان عمري ما ابقى راضي عن مشروعي الفني ابدا. دايما عمرك ما تضمن النجاح. وعمرك ان انت تبقى عارف ان انت هتعمل حاجه وهتكسر الدنيا. لا لا لا. انت بتشتغل وبتتقن عملك. وكل حاجه على ربنا. لا كل حاجة على ربنا، كل حاجة في إيد ربنا. مؤمن بالخلود الفني، إن أغانيك هتبقى موجودة تتسمع بعد 100 و200 سنة؟ يا ريت. مؤمن بده ولا طبعًا بتتعامل معاه إن أنت مش عارف؟ لا مؤمن بيها جدا، ومؤمن إن في حاجات معينة عملتها في حياتي أعتقد إن هي هتعيش جدا. زي إيه؟ قولهم لي. أنا مثلا أنت تقدر وابن مصر مثلا، أنا دول حاسس إن هما حاجتين هيفضلوا عايشين إلى ما لا نهاية. أغنية زي تبات ونبات مثلا. أغنية زي حلم بعيد. أغاني كتير بس يعني حاجات معينة وعلامات معينة هتفضل موجودة. لو تختار من الحياة حاجة واحدة بس وجودها في حياتك هيخليك سعيد، هتقول أنا إنسان سعيد؟ السؤال صعب جدا على فكرة. حاجة واحدة بس؟ لا هقولك هما حاجتين يعني. هو حاجتين في بعض. تختار بينهم؟ لا هقولك هما حاجتين ليهم علاقة ببعض. أوكي. رفيق العمر والذرية الصالحة.